يقول همي وحدي. أنا وإنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. أنا وإنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. رضينا بمهام وهم رضيش أو رضينا بمهام وهم رضيش. بمهام وحب رضيش أو رضينا بمهام وحب رضيش. مكانك تهاوي. أيوة عدو مريدي مغير شكلك. ها سبايكي كريستيانو داخل القرية هذا وانت بالقرية كيف تعمل داخل المدينة كيف؟ شو كيف يغمز لي؟ دخلوا 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 دخلوا. تعال يا ابني تعال. مكانك سارق من سقف لاصق من دكان لدكان. أنا تحالتهم بالتنك وانت دخلوا دخل طل طل يا أخي. تعال هنا ايش معك أنت؟ واه 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 أنا قاتل. حياك الله تحياتي. تفضل تفضل ولا كمل الذخيرة. عسكري سدد الحراسة عليهم. ها من ثاني يعرف الجميع من ثاني يعرف الجميع ان العدالة موجود الامن موجود والدولة موجودة ويا ريت حد يضبح لي لانه بداري اننا اصبح سريع. قدام ها آه، ما معك. القينا القبض على هذا الشيبة وهو بيضارب مع مرته واعتقد ان هذا المرة هو اللي بدأ. شو نعمل لو محضر شرع بالقتل؟ عجيب وغريب انتهى احد. كيف لك وهي كل مره تندعك ضربه وقتله وبدعان بدعان وهي خلاص يا فندم زمن مقهر ومباصل راح. سمعت انه محارب قرحان وانا عملت هجمه قويه لها استباقيه وضربتها وطلقتها. ضربتها وطلقتها خلاص. الله يحييك يا رجاله. الله يحييك يا رجاله. الله يحييك يا رجاله. احسنت احسنت يا حاج. يلا ابو خلي انا تبوك لك يا حاج. انت ابوك الدنيا لعبها. كيف انت ضربته؟ اذا وطلقته وباقي له عندك 300,000 مؤخر صداق وعليك محضر وعليكم يلا هيا هنا ادخل الداخل. اسمع يا فندم. اسمع هذا ايش موضوع مساعد ياسين؟ اعتقد يا فندم انه مقيم غير شرعي يعني دخل البلاد بدون جواز ولا تاشيره. الله عليك المستعان. شوف يا فندم انا في خريطة مركوضه هذه 5 سنوات
وما حتكلمنا، واليوم تذكرتم اني مقيم غير شرعي وتحبسوني، وبيض الله المستعان، وبيض الله المستعان. قدي وبيض الله المستعان. اسمعي يا ارنجة، لك 50 عندنا ما اختلفناش، وانت عندنا ومقيم وبغير إقامة شرعية، وإحنا ندق العامسين ونقول إيش؟ تعامس حرام. لكن إنه وقت الأزمة لا تنسيش إنك إيش؟ قمت بيع الدبة الصغيرة هذيك الصغير ب3000 ريال، وعملت لنا أزمة ومشكلة داخل القرية. هذا بطل مسحقي، هذا حق سعدون. شوف أنا ساقي بعرقي. ساقي بعرقك؟ وأنا ساقي بعرقي. دخلوا الناس هادو. سعد وسيم، على طول يا فندم. خليك هنا بدالي بالقسم. أنا بروح لبيت الشيخ أبو الدبشة أشوف موضوع ليش النازحين، نسجل أسماءهم، بياناتهم، عدادهم، فين يجلسوا، مع مين يجلسوا، كم المدة اللي يجلسون، من دخل، من خرج، هكذا. سجل ليش؟ ليش؟ اسألنا ليش؟ الله يرحمك يا رجالة، الله يرحمك يا رجالة. شوف يا ابني، علشان يكون عندنا حاجتين. الحاجة الأولى كشف إحصائي بياني بأسماء النازحين. والشيء الثاني وهو المهم، لا تنسيش الآن بيجي الإغاثة والمعونات من كل مكان. منو شي استلمي؟ احنا عليك نور. سعد وسيم، اعمل حسابك ان انا بتأخر بالرقعة. تمام، براحتك يا عم. بعيني بعيني. عسكري، الله يفتح لك يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم حاتم، هبنا هذا الشاي لو سمحت. ثلاثة شاي يا خالد. من عيوني يا عم حاتم. بشير بشير. تفضل يا عم سعيد. سلام. الو، كيف الحرب وصلت عندكم؟ طيب انتبهوا على انفسكم ولا تخرجوش من البيت، وانا برجع اتصل لكم. مع السلامه. خالد، منو ذا الذي كنت تكلمه في التلفون؟ ما له وجه كذا طلب يا عم حاتم. هذا اخي من تعز اتصل وقال الحرب وصلت عندهم، ما اناش عارف ايش افعل. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، قل لهم يخرجوا من المدينه. يخرجوا وين يروحون؟ ياتوا لهنا. يا عم حاتم، أنت معك عشة واحدة وأنا أنام في المحل أقدع بس، وين أجيبهم؟ أنت ما يهمك يا ابني، أنت اتصل بهم ووصف لهم القرية وخليهم يجوا لهنا، وألف بيت في القرية بيستقبلوهم، أنت اتصل بهم وبس. طيب يا عم حاتم. ألو أخي، خذ الأسرة كامل وهاتهم لعندنا. أيوة، إحنا في قرية مركوضة. يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق اللي قال، بداية الجنان تعلمه. ما قصدك يا عم حاتم؟ قصدك على موضوع الحرب ته، بدأ ملحه وكمل انجد، وقرح أنا محارب الحين والنازحين أتوا لعندنا، والله أعلم ما بعده. أحوا قلب قلب، والله يا شيخ محاربته لا كان لا ألم بال ولا كان ألم خاطر، وقلنا تيه أزمة بينهم أزمات وتأدي، وإنها شوية وبندق ورا بندق ومسلحين أتون وتفلحسن في مشوارع، وهات يا حرب وما حدنا بحرت تقارح تقراحن. قلنا والدنيا خاطرك. حول ولا قوة إلا بالله. وعلامة محرب ذي علامة، مسلم يقتل مسلم، ويمني يقتل يمني، إحنا يمنيين الدم واحد والأرض واحد والدين واحد، وعلامة قتال. حرام نقنن، حرام نقنن. الله خالقنا، والله أكبر عليك يا إبليس، سبب الفتن والمشاكل. آدك وآد متحيتم بيوت متدمرن، وكم يا أسر ماتوا، واللي تلا شضية، ومن نسوان خارجون في مشوارع يبكون مثل مجاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب كلنا في ضحايا كثير؟ للأسف في ضحايا كثير، معظمهم من الأبرياء والمساكين. والمشكلة إنهم ضحايا مبرياء ذيلا، لا هم أن فريق ذا ولا هم أن فريق ذا. وأنا ما عدتم حرب زادا، ومقتل في مشوارع، ومدم زي مشيل. قلت لا، ما هنا طربالت بزت أفشي وأتت عندكم. قلت والله ما لها لا، انت قرية مركوضة وانت امي برقوق. امس على كبريتو، حياك الله على الرأس وعيني يا ابن خيي، لكن من هم ذي اللي معاك ما عرفتناش. قلت لي ذي يا يحيى وذي يا حمد، جيراني في الاصمة
وأنا من يوم ما أتيت وسكنت عندهن وهن نتآمل أنا وياهن كأهل وأسرة واحدة، ويعلم الله وجهاله إنهن ذي يآملون بكل حب مودة واحترام، وكانوا شي بيكون قرية حنقهن، لكن تقارحن محارب هناك عندهن تقارحن. وبعدين قلت لهم اسمعوا يتو عندنا وننزلهم قرية حنق مرقوضة، ومنك يا بيت الله أهلا وسهلا بكم جميعا. سامحونا يا جماعة ولو ثقلنا عليكم. الله المستعان عليك من حكى هذا. فقدوا علينا، احنا اخوة والحال واحد والبيت بيتكم، فوق علينا وراسنا. واهلا وسهلا بكم زاق الزقيل. يلا يا شيخ، من اليوم تحيدون ضيوف، لا احتاجوا اي حاجة توفروها. تمام على طول يا شيخ، فوق عيوننا وروسنا. على طول يا فندم. ما في؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ موجود؟ أيوة يا ابني تفضل. ميلك سؤال بس، واني محرجة منك الصراحة. تفضل. لما حبستون هالدوشين؟ هالدوشين؟ قصدك الحاج هديش؟ قالوا هالدوشين. وأنا أقول لمكمل للجدار حق السجن كل الرسومات، قلوب وسهام ذكريات وحمام. حبسنه. لما حبستنا؟ لما اقول لك هذا الجذر وتنبالين ضرب مرته وزين طلقه. طلقها الله يبشرك بجنبي. انا في بالك يا رجالة. وبعد قولي لي لما تسألي علو. لا ولا حاجة، بس انت دارنا دائما مرتها توضبها وتضربها، ويتي دائما يشتكي عندهم شيخ. من حقها انها يتحرر من ذا الأداب ويعيش حياة حلوة وكريمة. حرام تحبسونا، حرام. يعيش حياة كريمة؟ قام عاشون ايش الشباب؟ عادش يعيش الشيبة. اقول لك يا حاجة، ضرب مرته وزاد طلقه وبنات الناس ما هنش لعبة عن يركم بها الشارع. بنات الناس؟ اقول لك معها مرة عمرها 100 دنا مثل مومية بقنج آدة. قال لك بنات الناس. وبعدها قل لي يعني مدام في مسجن كيف شي يدبر لكم امبياس؟ ضروري انكم تخرجونا علشان يعرف يدبر امبياس. والله عندك حق، لكن بصراحه ما قدرت اطلق صراحه ابدا الا اذا في ضمين. ادي ضمين والله معه. ضمين. ايوه اصلا امشيخه قال انه يضمنه، وانا كنت باكي لك لما القاسم علشان تضمنه، لكن سبحان الله العظيم سبحانه حصلتك على باب. الشيخ ابو دشه قال لك يضمنه؟ ايوه قال لي. تأكد يا؟ ايوه. ما دام الشيخ قاقع، الشيخ قد رفيق الدرب والنضال. بسم الله بضمانة الشيخ. قولي لي حاجة، كم عمرك؟ عمري؟ تعرف مزلزال حق دمار؟ زلزال دمار؟ ماله؟ ايامه واني كنت قادر ارضى من والدتي. ترضعي؟ قولي ايام الزلزال اللي حصل، ايام عمر بن الخطاب، ايام على زلزال دمار. وبعدين ما دخلك بام عمر؟ شوف احنا بنات سمح لنا ده السؤال، كم عمرك اللي بعنا احنا ضمانه وبس. وهذه الضمانه يا حجة، ونصيحه لوجه الله، لا معي قليل بياس، اشتريت لك سجاده وزنت صلاه، واشتريت لك اسمه ده كفن وحنوط وكافور، استعدي للآخرة. شو تحطمني؟ بالعكس كلامك ده يهب لي دفء للأمام. يو 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 حقك يا هديش. فطوم، ما تلاحظنش الناس حذيلة من ساعة ما قن وهن ساكتت، ولا حتى بعدين من الثمة شكلهن السلاعة فنينجة. والله حتى أني مستغربة يا دبشة، بس أكيد إنهن محرقات. بعدين لا تنسنش إنهن واقين من حرب يا دبشة. أهلا وسهلا بكون وحيابكن. مالكن؟ رفعوا اللي ثام وخلصوا مبالطوا وخذوا راحتكن من بيتكن. اسمعوا يا بنات، اليوم تعالوا بعد المطبخ وانتوا خذوا راحتكم، البيت بيتكم، حيا بكم، اهلا وسهلا بكم. يلا يا بناتي يلا. ما
احنا ضيوف ذيلا اللي اجين مع الموري شكلسان عندنا ولا شي بكون بيت برقوق؟ ما رايك يا امي بزهم بيتنا ولا في حد فاضي؟ والله يا بناتي نجيبوكم بيت برقوق ولا شيتون عندكم الله معاهم، ذا بيت الشيخ حيابهن في اي وقت، بعدين ذا الحكم جاء لحنا ذا على الشيخ، المين دحين خلو حنا نحيد مهلتنا. انت يا بنتي بوكمبير هاتي مايو. حاضر. وانت يا فطوم تعالي معي المطبخ. حاضر يا امي. يا حاج وليش؟ ايه يلا خلاص افراج. لا افراج خلاص براءه. ايش من براءه؟ انت خرجت بضمانه الشيخ ابو دبشه وعمه الشيخ جت قلت لك الافراج علشان تخرج تدبر لك فلوس وتحل المشكله حقك. انت اللي حبيت بضمانه وامره افراج. قلبي كان يقول لي وحاسس انك توقفي معي في المواقف ته. كيف موقفش معاك وانت بالنسبه لي انت داري وايش؟ قهري على بسنين اللي صارت، قهري على مباطن ومظلم. لا تقهر ولا حاجه، مالك ومال الماضي، ماضي ذا ولا وراح، خل احنا ننطلق للمستقبل. ادم عمر طويل. مستقبل مين يا حجة الدويا؟ اكتبت لي محنة دون نورهانا، سيروا موتوا بعيد، خلونا نكست الله. محنة دون نور يا حجة، كلمي السيخ يضمننا، أنا في وجهك، وخارجينا مثل ما خارجتي هذه السيبة. عيب عليك، ما تستحي تكلمها وأنا موجود؟ الله يقلعك. هذا إيش؟ تغير ألية؟ أيوة. خلاص خلاص ولا يهمك، أنا شبلغ رسالتك لمشيخ وأقول له. جالسين ولا رضيك يسرحوا لخام. وأنت إيشنك حبيبي؟ يحيى عبد الله إسماعيل. يحيى عبد الله إسماعيل، مشكورين مشكورين، وسامحوني سامحوني إخواني إنما أشتغلت عليكم، لكن هذه إجراءات أمنية وضرورية لازم نتخذها. الله يا بيضل، فضحتنا وصوت وجوهنا صوت الله وجهك. الناس نازحين عندنا وقاين من حاضر وضيوف، وانت تحقق معاهم تحقق معاهم تعمل تحري. يا شيخ ابو دمشا، يا رفيق الدرب والنضال، انت فاهم ان هذه اجراءات امنيه ضروريه لازم نتخذها يا اخي، يعني لازم اعرف من دخل القريه، من خرج، من طلع، من نزل، من كذا من كذا، هذه مسؤوليه تعب. يا فندم بيرم، انت الحين كنت سجلت الاسماء كلنا، ادباك شيوك الا ادباك شيو، عشتي اعرف كم سجلتو وعندي ند. يا اخي ما دحن انت زيك تبي. اقول لك الناس عندنا ضيوف وامبرقوق، خلي يشوف امله. اسمع يا فندم، انا وضيوفي هنجلس هنا لما تكمل الحرب. تستمر هذه الاقامه الى يوم القيامه بعد العصر، الله اعلم متى تكمل الحرب. طيب عندي من تجلسوا؟ وقلب قلب، اكيد هنجلس عند امي برقوق. اذا مسؤوليتك انت يا برقوق، مش بعدة جسمك كني وحرودة رقاب. الله ما يقع لا كره رقاب. بن خيين قوم اشش حاكك في موضوع. يلا يلا اخير وامبرقوق ما في. سمع يا بن خيين، يا اخي انت شد كيف بيتك عندي على راسي وعيني، لكن زي الضيوف اللي معاك كيف اضمنهم؟ اصلا لا اعرفهم ولا صرفهم. يا امبرقوق اقول لك ذيلا مش جيران، ذي اكثر من الاهل واملون بطيبه، انا اضمنهم بروحي. يا ابني ما قلنا احنا حاجه، جيرانك جيرانك، لكن بيت حقي صغيره ماشي وساش. اصلا انا معي ثنتين عشره مضافه، اش لي ولعيالي واش لك ولعيالك، يعني ما يوساش. الله مستعان عليك يا امبرقوق، اقول لك ذيلا اتوا وانا رافع راسي ان انا بو ناس بيستقبلني هنا، ما معك ذا تتهرجة. اسمع يا ايتو، انا وياهم نسكن عندك ولا نرجع صنعاء؟ بني لا تربط حمارك بحمار المدبر، تعال انت عادي. اسمعكم صلوا على رسول الله، الله يضحكم، رفعتوا صوتكم للمضافة. ما في انت يا شيخ ابو دبشه، انت اسمع مهرجه اللي تهرجه امي، ليش انا اجلس انا عنده ورجع ضيوفي صنعاء؟ ايش في الضحبه بين الناس ذا؟ لا ما محق هذا الحال، يطرد الضيوف يضحكوا علينا الناس. ده اسمه فسالة، نذالة، حقارة، تفاهة. يا شيخ يا شيخ يا شيخ، أنا قلت الله تعالى عندي في البيت على الرأس وعيني، لكن ضيوفها فينا بهم بيت صغيرهم.
وانا قلت لهم كلمه والله ما ثنيها، يا يعني نجلس سوا انا وضيوفي هنا ولا نرجع صنعاء مثل ما كنا. الله يخزيكم يا اهل قريه مركوضه، شفرحوني تشتم ضيوف يقولوا اهل قريه مركوضه لا عندهم قبيله ولا عندهم احترام، وين السرقه انت هون؟ اسمع خلاص ضيوفك عندي في البيت، انت ضيوفك وعوائلكم عندي في البيت، ولا اسمع هدره تمام؟ وحسكم علمكم، حسكم علمكم، ام ضيوف يحسوا بشيء اضحكوا علينا. يلا بسرعه. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله من قال اهلا وسهلا. هيا شيخ بشير، نتائج المباحثه الجانبيه بين الاطراف المعنيه، اسجل اقامه النازحين عندك واذا عند برقوق. الضيوف ان شاء الله شقيموا عندي هنا في مبايت، شقلسوا هنا عندي، واهلا وسهلا بهم. كرمت يا شيخ. موري كيف تجلس بيت الشيخ انت وضيوفك وبيت امك برقوق موجود؟ يا جماعه صلوا على النبي، انا كنت اصريت على ان انا اشيلهم عندي، بس الشيخ ابو دمشه اصر انهم يكونون عنده، وانتم دارين ان الشيخ ابو دمشه كريم. لكن من باب الاصول يا برقوق. يا سالم اهجع، سكي هنا من حكاذه. اهلا وسهلا بكم، طبعا هو كان قصد ياخذكم عنده لكن انا ابيت، قلت لا كيف الناس ضيوف عندي وان شاء الله بتقومون عندي ومن بيت بيتكم، واهلا وسهلا بكم. ما قصر يا شيخ. يعني اسجل اقامه النازحين ببيت الشيخ ابو دمشه. ايوه. اذا اسمحوا لي اكمل اجراءاتي البيانيه. مساكين مساكين ذول النازحين، ما ذنبهم تشردوا من بيوتهم؟ الله يستر. بس يا دبشه تقول لو اقل الحرب عندنا ينشر روح. لا تخافش يا ايوش، الحرب هناك في المدينه مش هيوصلها لعندنا. دبشه حدي حدي جدتك وهديش، الله يقلم ما يوطن ما يوطن وطن راسي. قد ايه ما معك ماذا مشابه تضحكون؟ لا 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 تفهمينيش غلط. يا لا تفهمينيش غلط، انتم غلط كله. يلا على البيت يلا يلا، بعدين شغلي معك. وانت يا هديش ما معك تهاوس بنات هم الناس؟ اللي بدأن اللي بدأن. يلا 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 ابوك اي والله شكلهم نازحين، شاروح ابلغ ابي سليكا. وصليكا. ها يا شيخ. وينك يا ملا؟ اسمعي شو اقول لك، موضي وضيوفه شي يسكنون عندنا. وبتعمه برقوق. مش وقت الحكايه، قصه بعدين احكي لك. حصل مشكله كذا، اهم حاجه رتبي سكنه من سوان تمام. والله يا شيخ ما اقول لك الا خير، معشتي على الله ان تكفيل محارم موجودات. خلاص معشتي لمحارم ورجال يكونوا مضافه. ابا ابا في نازحين جدد اتون وشكلهم يدورون على بيتنا. ولا ما يدورون بيتنا؟ يا شيخ مالك، اي غريب اول ما يدور يدور بيت الشيخ. هيا خرج حيدهم. اسمع ابو دبشه، لا قدام الشيخ تودب بنا اهقلك منها. والله على قولك. يلا ادخل. ها زاد الزقال. يلا يا شيخ يا مذقوق بلن قابل. ايوه يا شيخ. يقول لكم نازحين جدد قالوا لهم قضيه حقنا، خلونا نشوفهم. يلا 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 يلا, 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 يلا. خير. ما في نازحين جدد يا شيخ. اهلا وسهلا بالناجحين، اسمعكم بيضا وقت الاسماء الان، خلينا نعرف من هون وماتون ما يجتوا منين اتون. هذا مهلي يا شيخ، نزحوا من تعز. وانا ابوكاك يا شيخ. لانه يا جماعه بعد ما وصل حرب للمدينه وتهدمت بيت حقنا اجينا عندكم وما عاد معانا الا الله ثم انتمى على القريه. بصراحه يا شيخ ذول اهل خالد واتصلوا به بعد ما نزحوا، وانا قلت له يجيبون له هنا عند الشيخ ابو دبشه، وانت يا شيخ الكرم والجود لا يمكن ترد خالد. لا لكن احنا يعني ابشروا ابشروا، انتم نيتيتم قريه مركوضه عند الشيخ ابو دبشه اللي عمره ما رد حد. يا جماعه لا تسرعوا. خير ما فعلتم، انكم اتيتم للمهنه والمعروف على الشيخ ابو دبشه انه ما يرد حد. يا جماعه انا قصدي وصلتم وصلتم لبيت الشيخ ابو دبشه. شيخ مكرم والجود سليل حاتم الطائي، تفضلوا تفضلوا. تفضلوا يا جماعه، انتوا وصلتوا لعند الشيخ قريه مركوضه، لا يظلم حد ولا يرجع حد. بسم الله، ها
هيا تفضلوا تفضلوا. وين يا جماعه؟ لحظه يا ناس، يا ناس لحظه. ايش انت الشيخ والمشيخه تشضمروا وشربها؟ لا دعك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عني. اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. افرح افرح كل ما طابت امورك، واحزن انقاست ويتكدر شعورك. كل ما طابت امورك، واحزن انقاست ويتكدر شعورك. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد نتجز هم ثاني. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد نتجز هم ثاني.